اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وسناره من بلطيم. هعمل النهارده سلمون كباب او سلمون في العصيان الخشب بسكيورز، وهعمل معاه رز بني بالبيف بيكن. نشوف اول طبق هيبقى السلمون كباب. نقول المكونات: سلمون ني مكعبات، فلفل اصفر مشوي، طماطم شاري، بصل، وهيبقى الصوص مكون من عصير ليمون، زبادي، وبقدونس، وطبعا البابريكا هتتحط في التتبيله. اتبل الاول كل حاجه مع بعض، يعني هاخد السلمون والفلفل والبصل، وهاخد طماطم، زيت زيتون، ملح وفلفل، كده التتبيلة خلص. انا كده هستعمل ايديا، هاخد بس سنة ليمون صغيرة من المكونات بتاعة الصوص، وهاخد شوية من البابريكا، وهحط بقية البابريكا مع الصوص مع الزبادي، يبقى كله مع بعض. طاسة على النار، طبعا لو في شواية يبقى احلى واحلى. هنخلط كل المكونات كده مع بعض، يعني اعتقد انا هعمل اتنين بس، اخلطهم بس كويس. ولو هنحط ليمون على سمك او جمبري او اي مكون من مكونات المأكولات البحريه، يفضل نخلي بالنا ان احنا ما نسيبوش فتره طويله، علشان لما بيتساب فتره طويله بيبتدي يسوي الاكل. واحده واحده بقى بالراحه نحط ايه المكونات دي. هتدخل على مرتين، وبصل. المهم بس واحنا بنعمل الاكله دي ما نخليش الخضار اكبر من الاكل. يعني ايه الخضار اكبر من الاكل؟ يعني خلي دايما المكعب بتاع السلمون او شيش طاووق او الفراخ او ايا كان، يبقى دايما الـ البروتين هو اللي سابق، عشان هو اللي يستوي. الخضار لو ما استواش مش هيحصل مشكله، انما البروتين او اللي هو السلمون او ايا كان المكون اللي احنا بنعمله، اللحمه فراخ، لو ما استواش مش هيبقى كويس. عايزين فلفل اصفر تاني، الفلفل ده مشوي كمان، فايه يعني هيبقى الموضوع سهل. انا هعمل اتنين بس، وبصل وطماطم. خلي بال حضراتكم بس من العيدان، الخشب دي تبقى مدببة جدا. او هشوف يعني هيكملوا كام واحدة، ممكن يعملوا تلاتة بس نلحق نسرع شوية. لو بقى هنعمل الأكلة دي على الشواية، افتكروا حضراتكم نخلي فيه طبق فيه مية أو بولة فيها مية، بس ننقع الخشب ده في مية لحد ما إيه يتشرب كويس المية، علشان لما يتحط على الشواية ما يتحرقش. دي حاجة. الحاجة التانية، في دلوقتي بقى في السكيورز دول حديد، دول ظراف قوي بقى، مش محتاج خالص ولا ننقع ولا نعمل أي حاجة. مجرد ما بنجهز الكباب اللي بنعمله حطه على طول على النار، سواء شوايه سواء في اي حته، ما بيحصلوش اي مشكله. طبعا الواحد لما دي بتبقى مليانه زيت كده بتبتدي العمليه تبقى بتزحلق شويه، فخلي بال حضراتكم دايما يعدي ما بين الصباعين. واحده كمان هنا، رجعت لورا شويه. وكمان ما تتزقهمش قوي في بعض عشان تلحق كل حاجه تستوي. بصل، يا سلام. انا بحاول على قد ما اقدر اخلي شكلهم كلهم شبه بعض، يعني طماطم بصل، بس ده يعني للناس اللي عندها الوسواس القهري يبقى لازم يبقى ايه كل حاجه شبه بعض بالظبط. نحاول برضو نخلي دايما السلمون هو اللي هيبقى واصل للنار الاول، يعني اشبه حاجه لبعض. هنقلب دي. يا سلام، طبعا في الطاسة بنحتاج نقلبهم كتير، بنقلبهم يمكن مرتين ثلاثة عشان نجيب كل الجوانب، لكن في الشواية بتبقى النار جايباها من كل حتة، فبنقلب مرة من هنا ومرة من هنا، أو يعني بتبقى الناحيتين بس، ما بنقعدش نلف على كذا ناحية. فاضل عندي بس الزبادي،
والليمون، بابريكا، طبعا ممكن نحط بقى توم، نحط شطه، نحط اللي احنا عايزينه، بس احنا هنحط النهارده زبادي وليمون و بابريكا. زيت زيتون معلقه واحده بس كفايه. ادي كده الديبنج او الغموس، ادي واحده تمام. مشكله الطاسه الجريدل اللي هي المضلعه دي لما بيتحط فيها زيت كتير بتدخن، احنا انا ما بنحسش بيه علشان في جو مفتوح، لكن في البيت دايما نحط الزيت على الحاجه، يعني نحط الزيت على الحاجه اللي هتطبخ، مش على الطاسه نفسها. ادي اول طبق كان شيش السلمون. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم الرز بالبيف بيكن، خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. عملنا الاول الشيش السلمون والزبادي والبابريكا، نعمل دلوقتي الرز البني او رز احمر بالبيف بيكن. نقول مكونات: بيف بيكن، لحم مجفف، فلفل الوان، صلصة طماطم، مرقة، سكر، هوت صوص، بصل، ورز بني مسلوق. الرز البني ده موجود ومسلوق. طاسة على النار، هاخد البيكن. طبعا كل ما يبقى البيكن ده فيه فات، فيه دهون، يبقى احسن. فانا هحاول ايه عشان ما احط الزيت كتير، اخد الدهون الاول. طبعا هي الدهون يعني هتبقى جاية في اللحم، بس برضو ناخد الجزء اللي فيه دهن كده، نحطه الاول في الطاسة علشان هو اللي يعمل الطعم. طبعا هحتاج ازود شوية زيت كمان، بس برضو لان الدهون الطبيعية دي ضررها اقل كتير قوي قوي من سواء سمنة او زبدة او زيت. نقطع بقى ايه البيف بيكون ده مستوي، ممكن احطه على نفس لوح التقطيع، بس يفضل عشان ما يبقاش فيه حاجة تبقى ايه ريحتها جاية على حاجة. نزود كمان شوية، نسيبه بقى ايه براحته يقرمش على ما اقطع البصل والفلفل. ده خلاص، دي خلاص. هنعمل طبق واحد، ناخد نص بصلة، ممكن احط البصل مع البيكن، بس بعد شوية هحتاج ان انا ازود شوية زيت علشان الفاتس الدهون اللي فيه مش كافية قوي. هنحط شوية زيت كده علشان تمشيه بس شوية. انا عايزه يقرمش خالص، فسيبه براحته بس مش على نار عالية. هاخد فلفل اصفر، فلفل اخضر، اعمل ايه بقى دلوقتي؟ ابتدت الطاسه تسخن وانا محتاج ان انا اشوح البصل. هحط البصل، فالبصل هيهدي درجه حراره الطاسه هو والفلفل علشان البيكن ما يتقرمش قوي. الفلفل، السكر اللي موجود ده هستعمله بس عشان اكسر الحده بتاعه صلصه الطماطم والهوت صوص. البيكن بيبقى حادق فما حطيتش ملح خالص، ومش هحط ملح لاني حطيت مرقه. قلب بقى كده ونشوف ايه الاخبار.
مجرد ما البصل يبتدي يطرى شويه هنقدر نكمل بقيه الوصف. هاخد صلصه الطماطم هسبكها سنه صغيره مع الخضار، سنه ميه صغيره خالص علشان الطاسه نشفت. وممكن استعمل ميه تاني لو حطيت الرز ولقيت ان الطاسه لسه ناشفه هزود شويه ميه. معلقه صغيره من السكر علشان المزازه بتاعت عصير الطماطم او صلصه الطماطم. هوت صوص نتعامل معاه بالمعلقه علشان ما يزيدش قوي، حط معلقتين بس. والرز على فكرة لو الرز البني ده مش متوفر برضو عند حضراتكم، هو ده رز بقشرته يعني، ممكن نعمل رز بني زي بتاع السمك ونكمل كده، ممكن نعمل رز ابيض ونكمل بقية الطبخ، يعني مش لازم نروح نجيب الرز البني، لو متوفر يبقى كويس، لو مش متوفر يبقى الرز الابيض لما يتحط عليه الصلصة هيحمر وهيبقى كويس قوي. كده ممكن نبعد عن النار خلاص. الكمية دي أكبر من إنها تتحط في طبق، الطبق المخصوص للرز والمكرونة، فهنحط في طبق تاني عشان ما يبقاش نبقى حطينا كل حاجة في الطبق. كميه الوان مش بطاله خالص. يبقى اول طبق كان شيش السالمون، وتاني طبق رز بالبيف بيكن. الف هنا وشفا، وشوفوا حلقه جديده.